يمكن اقدم سوق بسوريا، لانه الحمام الموجود هناك عمره 2050 سنه، يكون في محلات هون في سكن، وسوق مدحت باشا قديم كان يبيعوا فيها بذورات زراعيه القديم قديم، بعدين ترقي صار يبيعوا فيها بهارات، بعدين صاروا سكاكر ملبى شوكولاته، اما كان فيه يبيعوها كلها بذورات زراعيه مو بذر. انا صار لي 60 سنه هون. سوق بزورية قديم وأحلى الأسواق، والعالم بتجي من آخر الدنيا. سوق البزورية فيه جميع أنواع المهن، يعني بيجي مثلا ست البيت بتبعت جوزها جيب لي بهارات، جيب لي شوكولا، جيب لي راحة، جيب لي أعشاب، جيب لي عسل، جميع أنواع المهن. بتقول مثلا جيب لي ذهب، اللي احنا قريب علينا سوق الذهب، بيجيب لها نص كيلو ذهب. في عندنا كل شيء، وهذا سوق قديم بيتوارثه الأجيال، يعني كل ما بيطلع جيل كل ما بنقدم مثلا خطوة لقدام بفضل الله. هذا السوق العالم كلياته بترغبه، يعني إذا مثلا واحد بده توابل موجود، أعشاب موجود، فواكه موجود، راحة نوغا، وهذا السوق يعني له ريحة له رونق خاص. سوق البزورية هذا قديم، نحن بيحكونا عنه أجدادنا، بعدين اجوا آبائنا قالوا إنه هذا قديم، هذا إنه من عام قبل 1400 ميلادي يعني معمر هذا السوق، وسموه انه سوق البزورية. اول شيء في بمنتصف سوق البزورية في مدفون يعني امام هذا اسمه الشيخ احمد البزوري، هي نسبة لإله، ونسبة تانية انه بينباع فيه بزورات وهيك شغلات، يعني بزور مثلا زراعية وموالح ما موالح وسكاكر بانواعها. بيشتهر سوق البزورية بكل الشغلات، يعني الفواكه المجففة الشامية، بيشتهر جميع أنواع البهارات والزهورات كمان عندك، وعندك جميع أنواع البخور. بتلاقي هون حلاوية السوق إنه مختلطة روائح البهارات مع الزهورات، مع الأول ما يدخل من السوق الواحد بيشم كلها روائح طيبة، وخاصة كمان ريحة المسك والعنبر. مميز، كل شيء فيه حلو، كل شيء فيه أكلات طيبة حلوة فيه، كل شيء قديم وريحته حلوة وبضاعته ظريفة وكل شيء حلو فيه. والله سوق البزورية أحلى سوق بكل الشام، سوق عالمي يعني قديم وحلو وكل شيء مطلوب بيه. البزورات كلها، السكاكر، يعني كل شيء بنعوزه بالبيت، بهارات كله موجود هون.